بأطيب وأجمل تحية في خامس أيام هذا الحفل والعرس الكبير الذي جمع أبناء القبائل في مهرجان قصر الحصن من النسخة الثانية. ومن هنا يبدأ تعليقنا وكشفنا على الأوراق والأسماء المتواجدة في هذا الشوط الحادي عشر بتعداد أشواط هذا اليوم مع انطلاقة سن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. ننطلق مع الصدارة ومع أول المراكز كي أرى من يفتتح هذا النداء وهذا المركز المتقدم يتواجد مكافح على المركز الأول. تعود الملكية لمنصور بسيف بن عفصان الخيالي مع أول المراكز. ثاني المراكز هنالك التواجد من شهيد محمد بن سعيد بن غانم آل سيف الخيارين. ثالث المراكز تواجد بموادع وسالم بن محمد بن كحيس المري. ورابع المراكز أتابع تواجد مياس أحمد بن عبيد بالعرطي الحميري. وخامس المراكز هنالك الزعيم حمدان بن براك بن خلف المزروعي. والمركز الخامس ينطلق أو السادس في هذه اللحظات يتواجد مرفوق بخيت بسالم بن خزينة المري. وسابع المراكز هنالك شاهين محمد بن دقاش بن محمد العامري. والثامن المراكز ينطلق سراب مبارك بن احمد بن محمد بن هدفه العامري. والتاسع المراكز ينطلق بهذه اللحظات ويتواجد مياس علي بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي. والمركز العاشر شعار ابو شقله يتواجد مع قاب هادي بن سعيد ابو شقله المري. هذا هو النداء الاول للعشره المراكز المتقدمه والمتواجده والمتنافسه والباحثه عن تسجيل نقطه بهذا اليوم وعن البحث عن سياره هذا الشوط. ولكن نعود بحضراتكم الى اول المراكز، نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره والى تواجد اول المراكز. من ينطلق بهذه اللحظات شهيد؟ من حلق مع الصدارة؟ محمد بن سعيد آل سيف الخيرين يقدم لنا شهيد مع الصدارة. ومع المقدمة قادم من ميدان الشحانية بهذه اللحظات أو هنالك الزعيم حمدان بن براك بن خلف المزروعي ينطلق بهذه اللحظات ويتواجد مع المقدمة ومع الصدارة. يخير إلى أول المراكز ليأتي على المركز الثالث مكافح منصور بسيب العفصان الخيلي. رابعا نتابع تواجد وتقدم مياس احمد بن عبيد بن عرضي الحميري. خامس المراكز ينطلق بهذه اللحظات شهيد لمحمد بن دقاش بن محمد العامري. والمركز السادس يتواجد موادع لسالم بن محمد بن كحيز المري. والمركز السادس مرفوق تعود الملكيه لبخيت بسالم بن خزينه المري. وهو الشاعر يتواجد بهذه اللحظات ويقدم لنا شعار بهذه الانطلاقة الجميلة. ثامن المراكز ينطلق بهذه اللحظات مياس علي بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي المركز الثامن. والمركز التاسع ينطلق بهذه اللحظات مروح حمد بن سالم بالأسود العامري ليأتي على المركز العاشر حامل الرقم 10 وينطلق بهذه اللحظات سراب لمحمد أو مبارك بن أحمد بن محمد بن هدفة العامري. هذه الأسماء العشرة الأولى، العشرة الأسماء المنطلقة والمتنافسة وأيضا المتحاورة والمنطلقة بهذه اللحظات بعملية البحث عن سيارة هذا الشوط وعن مادة الزعفران المادة التكريمية التي تكرم بها الثلاثة المراكز المتقدمة والجميع فائز في هذا المهرجان وبهذا الحفل والعرس الكبير الذي يضم هذه الشعارات والأسماء المتواجدة وأيضا الشعارات المتراقصة على أرضية هذا الميدان والمنطلقة هنالك بصولة وجولة وأيضا صالت وجالت في ميادين الخليج وفي جميع المحافل المحلية والخارجية. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول
كي أرى أول المراكز من يتواجد في هذه اللحظات وينطلق مع المقدمة ويقدم لنا هذا العرض الجميل. يتواجد مياس أحمد بن عبيد بالعرض الحميري، يقدم لنا مياس مع أول المراكز ليأتي على المركز الثاني، ويتواجد الزعيم لحمدان بن براك بن خلف المزروعي ومرفوق، بدأ ينطلق مع المركز الثالث مرفوق لبخيت بسالم بخزينة المري، ليأتي موادع على رابع المراكز وينطلق بشعار سالم بن محمد بن كحيز المري، وخامس المراكز التواجد من قبل شاهين محمد بن دقاش بن محمد العامري. هذه الخمسة الأسماء المنطلقة من بدأ تنفرد بهذه اللحظات والخماسية الماسية، ولكن تواصل مع سادس المراكز كي نرى هنالك الانطلاق والتواجد من قبل المركز السادس، من ينطلق بهذه اللحظات ويتواجد بانطلاقته الجميلة. يتواجد صغار لعشوان بن علي بن محمد المنصوري مع انطلاقته الجميلة، ومع أيضا تواصل الأسماء القادمة والواصل مكافح منصور بن سيف بن حصان الخيلي، وهنالك أيضا قادم ومنطلق شعار الخيرين ينطلق مع شاهين محمد بن سعيد بن قانم السيف الخيرين، والأسماء قادمة وواصلة لا محالة بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقات. ولكن راعي مصيحة يقول خلك مع الصدارة، خلك مع الأسماء المنطلقة ومع جسر العبور. يا سلام، هنالك الخمسة الأسماء منطلقة، الخمسة الأسماء متواجدة ومتحاورة متبارزة بعملية البحث عن الناموس وناموس هذا الشوط لمن من هذه الأسماء المتواجدة والأسماء المنطلقة والأسماء التي تنطلق مع المقدمة والصدارة مع الكادر الأول والأعلى بهذه الانطلاقة الجميلة. أول المراكز مياس، هنالك الأسماء القادمة، وهنالك الأسماء المتواجدة، وهنالك الأسماء المنطلقة. إذن مع المقدمة والصدارة يتواجد بهذه اللحظات مياس لأحمد بن عبيد بالعرض الحميري، المركز الثاني ينطلق ويتواجد شاهين محمد بن دقاش بن محمد العامري، والمركز الثالث ثالث المراكز، وهنالك مرفوق بخيت بسالم خزينة المري، والمركز الرابع أتابع تواجد وانطلاقة الزعيم حمدان بن براك بن خلف المزروعي، والمركز الخامس يتواجد موادع لسالم بن محمد بن كحيز المري مع المركز الخامس. وبهذه الانطلاقة الجميلة أيضا الأسماء أراها بدأت تتضح بهذه اللحظات وتظهر لنا وتبين بهذه الانطلاقة الجميلة وبتقلص الأمتار. ومع دوران الميدان أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لحين وصول هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة. الصدارة تغيرت مع شاهين من غير وحلق بهذه اللحظات وانطلق كالشواهين محمد بن دقاش بن محمد العامري، يقدم شاهين مع الصدارة. المركز الثاني يتواجد مياس أحمد بن عبيد بالعرض الحميري، المركز الثالث من الجانب الأيمن يتواجد مرفوق بخيت بسالم بخزينة المري، وصل موادع مع المركز الرابع وينطلق شعار سالم بن محمد بن كحيز المري، وهنالك أيضا القدوم من الزعيم حمدان بن براك بن خلف المزروعي سادس المراكز. سمحون وصل سمحون بهذه اللحظات، أحمد بن مبارك بن محمد بن زيتون المهيري ينطلق شعاره مع المركز السادس، وشعار بن دري قادم بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة مع عنيد أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي، والمركز السابع تابع تواجد شاهين محمد بن سعيد بن قانم سيف الخيارين، والمركز التاسع يتواجد في هذه اللحظات مروع حمد بن سالم بن الأسود العامري، والمركز العاشر يتواجد الريان لفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة مع تجاوز لافتة الكيلو والنصف المتبقي عن ناموس هذا الشوط. بدأت الأمور تشتد خطورة، بدأت
كانت الأمور تشهد خطورة وترتفع درجة حرارة هذا الشوط ويرتفع المستوى الفني بانطلاقة أول المراكز بتواجد شاهين مع الصدارة. شاهين محمد بن دقاج بن محمد العامري يقدم لنا شعاره مع أول المراكز، ولكن الخطورة من المركز الثاني يتواجد الزعيم حمدان بن براك بن خلف المزروعي ثالثا، الانطلاقة من قبل مياس أحمد بن عبيد بن عرض الحميري المركز الرابع، وتابع تواجد شعار المهيري سمحوا لأحمد بن بارك بن محمد بن زيتون المهيري، وهنالك مرفوق قادم بخيت بسالم بخزينة المري ومواتع قادم مع هنالك بن كحيز وهنالك شعار بن دري وهنالك الشعارات الواصلة والقادمة لا محالة. بدأت الأمور بالاتجاه السليم إلى المنصة، اتضحت المنصة، بدأت هنالك الناموس يحتار ما بين هذه الأسماء المتواجدة. السيارة لمن من هذه الأسماء المنطلقة؟ الأسماء المتواجدة يسلم قادم واصل شاهين ناصر بن قريع بن روس العامري، ولكن انطلق شاهين مع الصدارة محمد بن دقاش بن محمد العامري مع المركز الأول ومع المقدمة. ثاني المراكز مياس أحمد بن عبيد بن عرض الحميري المركز الثالث، تواجد شاهين لناصر بن قريع بن روس العامري والمركز الرابع، وتابع الزعيم حمدان بن براك بن خلف المزروعي، ولكن أعود إلى الصدارة مع الأربعمائة متر المتبقية عن ناموس هذا الشوط. أعود مع شاهين على الصدارة، شاهين ينطلق كالشواهين الجارحة ويتواصل مع أول المراكز، وسلام الفوعة سلام مع انطلاقة شاهين ومع أيضا أحلى انطلاقة وأحلى عرض جميل في لحظة قدومه ووصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس ومعلنا بأنه بطل هذا الشوط. وسلام الفوعة سلام على حصول شاهين على أول المراكز، محمد بن دقاش محمد العامري ثاني المراكز، مياس أحمد بن عبيد بن عرض الحميري المركز الثالث. كان الوصول من قبل شاهين لهادي بن أحمد بن حسب الذئاب العامري المركز الرابع، كان الوصول من قبل مياس أو الزعيم لحمدان بن براك بن خلف المزروعي المركز الخامس، كان الوصول من قبل شاهين لناصر بن قريب الروس العامري. ثالث تبريكات نزف للجميع، حظا اوفر لمن لم يحالفه الحظ بهذه الانطلاقه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء شاهدنا المنافسه الجميله من هذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد، شاهدنا ايضا هذا التعليق المميز الذي دار ما بين هذه الاسماء المنطلقه. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نشاهد لحظة إعادة الشوط الذي انقضى قبل قليل، ونشاهد شاهين من انقضى على خط النهاية وحسم أمور هذا الشوط، وكان التوقيت الزمني 13.5 ثواني جزء واحد من الثانية الثاني، والتبريكات نزفها لمحمد بن دقاش بن محمد العامري على حصول شاهين على المركز الأول. ثاني المراكز المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء، كان الوصول من قبل ثاني المراكز شاهين، توقيت الزمن 13.10 ثواني جزء من الثانية الثانية، التبريكات لهادي بن أحمد بن ثاني المراكز مياس أحمد بن عبيد بن عرض الحميري الثاني، التبريكات. ثالث المراكز كان الوصول من قبل شاهين، توقيت الزمني 13.12 ثانية جزء من الثانية الثانية، التبريكات لهادي بن أحمد بن حسن بن ثيمة على حصول شاهين على المركز الثالث.